إن بلادنا سلمها الله ليست بمعزل عن هذا الفيروس الوبائي، فقد مسها بعد أن أصاب غيرها، لكنه بفضل الله لم يتفش فيها ولم ينتشر في بنيها، وإنما أصاب العدد القليل وعامتهم في حجره الصحي أو عزله المنزلي. نسأل الله أن يعافيهم وأن ينزل شفاء من عنده عليهم، لكنه حدث يتطلب منا هذه الوقفات المهمة التي آملوا أن تجد آذانا مصغية وقلوبا واعية. الوقفة الأولى: إن هذا الفيروس آية ونذير وابتلاء وتخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما من بأس أو ضر يصيب الناس إلا بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تأملوا ويعفو عن كثير. إي والله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إنه آية لا تدرأها القوى، ونذير لا تطيق دفعه الطاقات، وابتلاء لا تقدر على منعه القدرات. أتى الناس من حيث لا يشعرون، أتاهم وهم آمنون. أفحسب الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إنه آية تظهر عظمة الله وقدرته وعزته وقوته، تهتف بمن اغتر وظن أنه اقتدر فلن يقدر عليه ذو قدر. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. إنه عبرة وعظة ومثل وموعظة تذكر الغافلين وتنذر الظالمين وتوقظ المستكبرين، والعاقل من اعتبر.